صلاة من ربنا على نبيه ثناؤه عليه وما يترتب على الثناء من رفع مقامه وتقريبه وصلته وتكميله وإنجازه لصروفه من تكريم مناسبة للمكرم وجلال المكرم. ومعنى صلاتنا نحن عليه ودعاؤنا ربنا أن يتولى هذه الصلاة. بعيدا ندخل نقول يا ربي أنت صلي، إحنا ما عندنا كيف، كأنك تقول يا ربي أنا ما عندي شيء أكافئ به جميل رسول الله وما أشدى إليه، فإذلك أدعو إن استطيع، فإن لم تجدوا من أشدى إليكم معروف فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا. إحنا هذا نوع من الدعاء للنبي حين لا نجد شيء نكافئ به نبينا. هذا هو. وفيه عنوان إعلان العجز عن مكافأة رسول الله، إعلان العجز عن مكافأة رسول الله. عاجزين نكافئ سيدنا رسول الله، يا رب انت كفؤ بهذه الصلاه.